عباقرة المدارس الموسم 13 مباراة قوية جدا في المربع الذهبي، وهفكركم بالنتيجة. أبشواي الفيوم في المقدمة 135 نقطة، سيم أسيوط 85. طبعا سيم أسيوط فرصتكم ان انتوا تجاوبوا على اكتر من سؤال علشان ترجعوا تاني في المباراة ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقرة الأخيرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق، وأول سؤال شيماء، شيماء غزال، والسؤال الأول لستيم أسيوط، وهنشوف موضوع السؤال إيه. معلومات عامة، تمام. يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ بـ20 نقطة. 20 نقطة، عندك 15 ثانية، محدش يستعجل. معلومات عامة، والسؤال هو: نحن جند الله هو النشيد الوطني لإحدى الدول العربية، فما هي؟ من 1956. كلمات أحمد محمد صالح وألحان أحمد مرجان. حبيبة اليمن. اليمن إجابة خاطئة، مش اليمن. يوسف جيبوتي. جيبوتي إجابة خاطئة. 1956 السودان. هارد لك. آثار نصار، تفضلي. والسؤال الثاني، وهنشوف موضوع السؤال إيه. سويتش، سويتش في الحالة دي سيم أسيوط هتختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في إيه؟ معلومات عامة. معلومات عامة، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. 20 نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو: معلومات عامة، في عهد أي وزير سياحة وآثار مصري تم افتتاح قاعة المومياوات في المتحف القومي للحضارة عام 2021؟ 18 إبريل 2021. 22 مومياء ملكية. يوسف إجابتك؟ أنا أخمل. زي حواس؟ طبعاً زي حواس إجابة خاطئة. اتولى المنصب من مارس 2016 حتى أغسطس 2022. مفيش إجابة. طبعاً الوزير السابق خالد العناني. السؤال الثالث، يوسف محمود، السؤال ده طبعاً لازم يتجاوب ويبقى بـ30 نقطة. سويتش في الحالة دي أبشواي الفيوم هتختار موضوع السؤال إيه؟ اختاري. تحبوا يتسألوا في إيه؟ رياضة. رياضة، سؤال في الرياضة، سؤال بـ30 نقطة. رياضة، والسؤال هو: ما هي الدولة الآسيوية التي انسحبت من كأس العالم لكرة القدم عام 1950 بعد رفض طلبها للعب بدون أحذية؟ محمد علي. الهند. الهند. كانوا قدموا أداء مميز في أولمبياد لندن 48، وكانوا بيلعبوا بدون أحذية. بعد البطولة الفيفا عملت قانون بمنع اللعب بدون أحذية، والهند إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمد، 30 نقطة. نتيجة 115 سيم أسيوط، 135 أبشواي الفيوم. سؤال الأخير، أو احتمال ما يبقاش الأخير،
لأن السؤال ده لو ما تجاوبش في بشوية الفيوم وتجاوب في ستيم أسيوط تعادل. يا رب. محمد إبراهيم والسؤال الرابع، لو الإجابة صح بشوية الفيوم إلى المباراة النهائية. رياضة، سؤال في الرياضة 20، سؤال بعشرين نقطة رياضة. والسؤال هو، من هو أكبر لاعب من حيث السن صنع هدفاً في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى موسم 2021-2022؟ كان عمره 40 سنة. زلاتان إبراهيموفيتش. زلاتان إبراهيموفيتش. يا يوسف، إجابة صحيحة. 40 سنة وست شهور 21 يوم. كان ضد لاتسيو في الجولة 34 في موسم 2021-2022. ستيم أسيوط عارف قد ايه الموقف صعب، ولكن انتوا عملتوا موسم، انا شايف انه موسم عظيم بالنسبه لكم. تألقتوا وفعلا المباراه حسمت مع اخر سؤال. ومحمد حماده هنشوفك باذن الله في حلقه افضل لاعب في الموسم ده. 245 نقطه لحد دلوقتي. يوسف احمد افضل لاعب في ماتش النهارده بسبعين نقطة. وهتلعب معانا على حلقة أفضل لاعب لأن أنت أعلى سكور في البطولة 295 نقطة. المفاجأة بقى أن نورهان أنت كمان هتلعب على لقب أفضل لاعب. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 270 نقطة، وكل نقطة ب 20,000 جنيه بما يساوي 5,400,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 33,670,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. سيم أسيوط، ودعتوا البطولة، ولكن أنا فخور بيكوا جداً وفخور بأدائكوا على مدار البطولة. أبشوية الفيوم في المباراة النهائية هشوفكم بإذن الله. ألف مبروك، أداءكم قوي من التصفيات. الحمد لله. برافو عليكم. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.